السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو يا طلبتي الأعزاء سأشرح لكم تخصص آخر، وهو العلوم الاقتصادية والتجارية. فبالتالي راني شرحت لكم مجموعة من التخصصات، كما قلت لكم راكم تلقاوها في البلاي ليست. شرحت لكم تخصص الحقوق، شرحت لكم أيضا علم النفس، فبالتالي مازال العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية إن شاء الله راح نشرحها في الفيديو القادم، وما هي التفرعات الموجودة فيها، خاصة أن العلوم الاجتماعية فيها تفرعات بزاف، مثل علم النفس، مثل ايضا الانثروبولوجيا، الديموغرافيا، علوم التربيه، ايضا انه فيها الارطوفونيا وفيها الفلسفه. وبالنسبه للعلوم الانسانيه فيها ايضا التاريخ وفيها الببلوغرافيا وفيها الاثار وفيها الاعلام والاتصال. كل هذه الامور ساشرحها ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله تعالى. نبدا على بركه الله في ان نشرح هذا التخصص العلوم الاقتصاديه. هو من اكبر التخصصات الجامعيه يتهافت اليها الطلاب الجامعيين، سنشرح بالتفصيل هذا التخصص. وايضا في العلوم الاجتماعيه هنالك علم الاجتماع. بالنسبة للتخصص هذا أنه فيه أربع تخصصات في السنة الثانية، بعد ما أنكم تقرأوا جذع مشترك في السنة الثانية يمدوكم بطاقة الرغبات وأنتم تختاروا التخصص اللي تبغيوه. عندكم تخصص علوم مالية ومحاسبة، تخصص علوم التسيير والعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية. بالنسبة للسنة الثالثة أيضا التخصص اللي خيرتوه في السنة الثانية فيه تفرعات. بالنسبة للعلوم الاقتصادية فيه اقتصاد نقدي وبنكي، بالنسبة لعلوم التسيير فيه إدارة أعمال وإدارة الموارد البشرية وتجارة دولية، بالنسبة للعلوم التجارية والتسويق. بالنسبة للتخصص الآخر العلوم المالية والمحاسبة اللي خيره يلقى محاسبة وجباية ويلقى مالية المؤسسات. بالنسبة للماستر اللي يحب يتم ماستر هو أنه في العلوم الاقتصادية اقتصاد نقدي وبنكي، وفيه اقتصاد دولي واقتصاد وتسيير المؤسسات. بالنسبة اللي خير علوم التسيير فيه إدارة الاستراتيجيات مقاولتية وإدارة الموارد البشرية. بالنسبة للعلوم التجارية فيها مالية وتجارة دولية، وفيها أيضا تسويق مصرفي، والعلوم المالية والمحاسبة فيه محاسبة ومحاسبة وتدقيق. فبالتالي هذا التخصص يحتاجه عفوا بزاف في الإدارات. أتمنى أنه قد استفدتم من هذا الفيديو، وبالتوفيق إن شاء الله.